فقد الذاكرة؟ واسمه ايه؟ معرفش بالظبط، كان فيه ورقة مكتوب فيها اسمه لكن محدش يعرفه. يبقى اكيد هو بابا. انا هقولك على اسمه. اسمه؟ ايوه، اسمه خضر سليمان عبد الباري. تعالي تعالي وريني هو فين. استني يا رئيفة، الورقة اهي، جواب كان مبعوت له. وهو نفس الاسم مش كده؟ لا، ده اسمه يا ستي فهمي ابو العيلة اسماعيل. فهمي ابو العيلة اسماعيل؟ امال اسم مين ده اللي قلتيلي عليه؟ مين خضر سليمان عبد الباري؟ لا، ده واحد اعرفه كان غايب عن اهله، حصلت له حادثة عربية ولقوا كل اللي كانوا معاه لكن جثته هو. لا اكيد تكون العربية. بلاش بلاش نفتح الموضوع ده يا وداد، ما انت عارفة ان تفاصيل الحوادث الصعبة ما بحبش اسمعها حتى لو كانت دي طبيعة شغلنا. على كل حال كل التفاصيل هتعرفيها من الدكتور ميشيل، ما هو سأل عليكي قبل ما تيجي، بس دخل يتكلم مع الدكتور مسعد والدكتور غلاب والدكتور عاطف والدكتور امين، وكلهم مهتمين قوي بحالة الراجل ده. مسكين، مين عارف ان كان له اولاد ولا اهل بيدوروا عليه وما يعرفوش مكانه. طيب اتفضلي انتي بالسلامة وانا هروح للدكتور ميشيل. دهلنا الهوى ابويا والحب خرم قلبنا وودانا في داهية. احنا اللي دهلنا الهوى ابويا. مش كده يا ليل يا ليل يا ليل؟ انا اللي قلبي انشرخ وعاوز له بنطة لحام، وانا اللي عيوني ورمت ولا قادره تقول كلام. لا شيخ، ان كان الحب انطفى اديله وشين ورنيش. بس هاد انت هو هاد، ايه ده؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ شفت يا عم سلطان، اديك شفت بنفسك زي ما قلنا لك. احنا ما رضيناش نتصرف لحد ما نندهلك وتنهي المهزله دي بنفسك. مين اللي جاب العيال دول هنا يا دشكوك؟ والله يا معلم انا معلم. بس هاد انت جيب لي شويه مقاطيع عمالين يهقوا زي الحمير في الهواء. ده احنا ذهلنا لما شفنا المنظر ده يا معلم. دول لازم يتقدموا يا معلم سلطان. شوف هنا بقصد حماده عشان نوصلهم شعرهم. انا عندي اقتراح احسن، نحط لهم شطه في بقهم عشان ما يغنوش تاني. الحق يا معلم، دول هيهربوا. قوم قوم وراهم حماده. هلا يا جدع هاتوهم هنا، هاتوا الاولاني ده. بتشتغل ايه يعني؟ هيشتغل ايه يا معلم؟ يا حرامي يا شمام، ادفع رهان مكان حرامي غسيل. انت بتشتغل ايه؟ حرامي غسيل؟ لا، انا كنت حدام مسلح. ودلوقتي؟ دلوقتي خالي شغل. ما لقيتش حاجة تعملها غير انك تغني؟ عامل لي مطرب. وبيقول لك ايه، احنا اللي دهنا الهوا ابويا وطبق المحمد خرم ودن ايه؟ ودن بداية وخيبة. بإذن الله هتروح في داهية. تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى. وانت هاد انت شغل يا هلا. ها؟ انت شغل ايه؟ ده بشتغل مبيض يا بيه. مبيض ايه؟ ما هي واضحة يا معلم، اكيد مبيض حلل. مال كنت ومال الكلام ده؟ وايه الكلام السم اللي بتسمعوه ده للناس؟ ومين اللي كاتب لكم الكلام ده؟ مين؟ واحد صاحبنا كان مع سباك يا معلم، بس دلوقتي خالي شغل. طبعا عشان كده بيقول لك انا قلبي انشرخ وعاوز له بنطة لحام. بس كان لازم يحدد لحام كهربا ولا اكسجين. لا، ولا كوبليت تاني قال، بيقول لك ان كان الحب انطفى اديله وشين ورنيش. تصور. يبقى اكيد مهنتك الحقيقيه ورنيش لمع تمسح يا بس. هنا كمان ما حددش ورنيش اسود ولا بني. على رايك. ما هو الكلام ده بقى هيبقى يقوله في الاسم. لا 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 بقى، لا احنا مش حراميه. انتوا اندل من الحراميه. انتوا بتنشروا السموم في ودان ولادنا وقلوبهم، عاوزين تدمروا بلدنا زي بتوع الشم والمخدرات، وكلكوا لازم تتحطوا في زنزانه. عندك حق يا معلم سلطان، عندك حق. دول بينشروا الجهل وبيخربوا وجدان الناس. لا وايه، عاملين شعرة وفنانين،
مال كنتوا ومال الحاجات اللي ملكوش فيها؟ ده الفن حضارة والعلم نور، دي مصر غنية بولادها. صلاة النبي عليك يا سلطان يا ابن مصر. بأنتوا اللي بتمثلوا مصر دلوقتي؟ مال فين سيد درويش وعبد الوهاب أم كلثوم والعظمة اللي شرفوا مصر في كل مجال وفي كل مهنة؟ دي الحكاية ساحت وبقت آخر سبهللة. اي واحد ما بيفهمش في اي حاجه بيشتغل اي حاجه. لا وفاكرين انهم بيداروا نفسهم بشويه ورنيش. يا جماعه الكلام مش هينفع مع النماذج دي. حد يا اخوانا جيب البوليس. لا 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 لا، احنا الاول نكتفهم ونمدهم على رجلهم عقابا على اجرامهم ده، وبعدين نسلمهم لبوليس الاداب ومكافحه المخدرات، ونسيب الباقي للحكومه عشان نحمي بلدنا واولادنا قبل ما عقولهم وقلوبهم تتملي ورنيش. مبروك مبروك يا عم جدع الله. ياه كفاره، ربنا يكرمك يا دباح. انا قلت لقابلك هنا عشان ما نسببلكش مشاكل. يا عم ده انا رقبتي ابو العز راجل مجدع ويستاهل كل خير. تشكر يا عم جدع الله، ما هو ده العشم برضو. المهم انه مديني امانه ولازم اسلمها لكم. الجواب ده، الجواب ده اتفتح. عيب تقول كده يا دباح، انا مش عيل صغير. اذا كنت فاكر ان عشان ما كنت في السجن ابقى مجرم تبقى غلطان. انا دخلت بخناقه اتهورت ومسكت واحد. يا عم مش مهم تكمل، بس انت ولا مؤاخذه فهمتني غلط. مش بتقولي الجواب اتفتح؟ افهمني يا عمنا، انا قصدي حد من بتوع السجن يكون عارف حاجه. يعني برضه هنرجع نغلط يا دباح؟ يعني هروح لضباط السجن اقول لهم معاه جواب اداهولي ابو العز؟ فاكرني بشتغل مرشد للبوليس؟ ده حاجة اسرار وامانة لازم احافظ عليها. ونعم الجدعانة والمرجالة، اصيل اصيل يا عم جدع الله، وتقديرك عندنا كبير كبير قوي. طب استأذن، ما هو بدري وقت تاني، ما احنا هنتقابل كتير. اسيبك بقى عشان تفتح الجواب وتعرف اللي جواه. الف سلامة يا جدع الله، متشكرين. خير يا دباح؟ ها ايه اللي مكتوب في الجواب؟ ابو العز عاوز يهرب. يهرب من السجن؟ وطي حسك يا طرزان، الحيطان دي هودان. وهيهرب امتى؟ بيقول انهم هيرحلوهم من هرم ايدان لابو زعمل. بس ما قالش امتى، وبيقول انه عاوز حته سلاح. مطوه يعني؟ مطوه ايه يا غبي؟ ده عاوز فرد فرفر طبانجه يعني، وتكون معمره. وبيقول كمان انه عاوز حتة منشار وحبل وحاجات غريبة معرفش هيعمل بيها ايه. طب والحاجات دي هتوصله ازاي؟ المهم نعرف هيرحلوهم امتى واحنا نتصرف يا طرزان. انت مش هتروح له الزيارة الجاية؟ ايوه، بس قبل الزيارة لازم نبعتلي جواب عشان نطمنه ونهديه. بس جوابات المساجين بتتقري يا دباح. الجواب هيتبعتله في حلة محشي. محشي؟ طب ومين اللي هيوديهوله؟ اختي جمالات هي اللي هتوديله الاكل في السجن، بس الاول نعرف هيرحلوهم امتى، وده اللي لازم نعرفه من جدع الله. امنت ليك يا دهر ورجعت خنتني، ولا كنتش اعرف انك يا زمن خوان. امنت ليك يا ضهر. مالك يا رئيف؟ ورجعت كنت. الراجل ده كلامه صعب قوي. مين الشحات؟ سمعته بيقول ايه؟ دايما بسمعه وبحس برنة الشجن في صوته المشروخ. امنت ليك يا ضهر ورجعت خنتني. يا ترى الراجل ده حكايته ايه؟ اكيد ليه حكايه، حكايه محدش يعرف بدايتها، لكن نهايتها هي اللي الناس تعرفها. انه بقى على الحال ده، شحات بيمد ايده يطلب حسنة وبيلعن الزمن اللي وصله لكده. صحيح، ياما الدنيا دي فيها حكايات ليها العجب. انما انتي النهاردة مزاجك متغير، في رنة حزن جواكي معرفش ليه. مالك يا رئيف؟ اصل الراجل الغلبان ده فكرني بواحد جالنا في المستشفى. شحات؟
حالته زي الشحات، لكن مش شحات. ازاي؟ ملوش حد ولا يملكش اي شيء، ومحتاج للمسة عطف او حنان من اي انسان يمدله ايده ويشيله من محنته. خليكي معاه واهتمي بيه انت وزمايلك، مين عارف جايز يرجع لنفسه، وساعتها هتعرفي منه اغرب الحكايات والاسرار. الف مرحبا يا دباح، حصلت البركه استرزان. شكرين، ربنا يكرمك. شاي بقى ولا قهوه ولا تتسلف اصبعين موز على ما تيجي المشاريب؟ لا معلش، بس احنا جينا نرد الزياره ونسلم، وبالمره نسال برضه. انا رقبتي كفايه انكم من ريحه ابو العز، صاحبي كان اجدع زميل في السجن. بص دباح، بص ايه؟ شايف مين اللي في البلكونه دي؟ الله، دي رئيفه، رئيفة حمزة. والله عرفنا مكانك يا رئيفة، لو ان الطبانجة طرزان.